أحمد الحارثي رئيس منظمة جديد الطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بين القدس والمغرب أكثر من رابط، رابطة العقيدة، لأن القدس هي أولى القبلتين، الفضاء الذي احتضن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وبين القدس والمغرب روابط تاريخية، سواء المرتبطة بالجهاد وتحرير الأراضي الفلسطينية، وكلنا نعلم الشعب المغربي الذي رحل أيام صلاح الدين الأيوبي وساند المواجهات تجاه الصليبيين وتجاه الحملات الصليبية. والقدس دائما كانت هي باعثة الأمل للشعوب العربية الإسلامية في وقت الاستبداد وفي وقت الصمت، كانت هي الملهم للجماهير للخروج إلى الشارع من أجل تنديد بالاستكبار العالمي. اليوم وبعد نكسة الربيع الديمقراطي في فلسطين مرة أخرى تعود لتحرك الشعوب العربية والشعوب الإسلامية ضد الإمبريالية العالمية وضد الاستبداد داخل أوطانها. اليوم لا صوت إلا صوت الممانعة وصوت المقاومة. اليوم ينكشف التطبيع الذي كان يمضي يسرب بطريقة سرية ووصل درجة خطيرة في المغرب، وصل إلى المؤسسات التشريعية. اليوم الشعب المغربي جاءت له الكلمة مرة أخرى ليقول لا لكل هذه المسارات، ونعم للمقاومة، ونعم لمواجهة الاستكبار العالمي، ونعم لنصرة الشعب الفلسطيني.